السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقة جديدة، كن أسطورة. قبل ما ابتدي اضغط لايك، اشترك بالقناة، فعل زر التنبيهات. احنا بشهر مارس عندنا المباراة الأولى ضد نيس، عندنا مباراة ليو مباراة قوية، دوري أبطال أوروبا، مباراة الإياب ضد برشلونة بعد ما انتهت مباراة الذهاب 0-0. أيضا عندنا مباراة دي جوم المركز العشرين، ممكن أسوي لها سكيب حتى نلعب مباراة كأس فرنسا، هذه مباراة مونديال سكيب. طاقتي حاليا 87، هذه طاقات اللاعب. عندنا التسارع جيد، السرعة 93 رهيبة، قوة التحمل عندنا 90 أيضا جيدة حاليا، عمر 20 سنة، طولي 184. احنا بالمركز الثالث حاليا بالدوري الفرنسي، فارق 5 نقاط على ليل. لا والله غريبة، غريب اللي جاي يصير بالبي اس جي، خاصة واحنا عندنا عقم تهديفي. هداف الدوري انا 18 هدف، اقرب ملاحقيني عنده 16. اما دوري ابطال اوروبا، هذه هي مباريات الابطال، مباراتنا ضد برشلونة راح تكون صعبة وان شاء الله نتأهل. هداف الابطال راشفورد 6، انا عندي 4 اهداف. يلا خلاص خلاص، خلينا نروح مباراتنا الاولى ان شاء الله اسجل يا شباب. اريد ارجع اسجل مثل قبل، اهداف كثيره. طبعا شكل اللاعب بالنسبه لشكل اللاعب نهايه الموسم ان شاء الله غير شكل اللاعب، مو هسه. ايكاردي، يا سلام، هي الله 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 الله، طالت علي، يا سلام. بعد هي مصطفى، لا طولتها زياده عن اللزوم. ارجع لي يا حبيبي. شوف التمريره السيئه، صعبه، مرت. يلا سجل اسست اول، اهم شيء فريقنا يتقدم بالنتيجه. يا سلام، حلوه ايكاردي. كاردي يلا العب، يا سلام يا عمري، اصعد 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 يا حبيبي. يلا هي، لا الاعدادات خطا يا شباب من التحدي. يا الله، اقف اقف اقف، عدل الاعدادات. اوكي رجعتها يا شباب، اللي ما شاف التحدي مال البارحه خليه يروح يشوفها. الا الهدف، لوريس، يا سلام. والله ضربة حرة صعبة ومن مكان تقريبا صعب يا شباب، بس ان شاء الله الحارس يصده. حلوة، سهلة سهلة بيد الحارس. يا سلام، هي مصطفى 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 يحصلها. يلا 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 على القائم البعيد. لا سهلة سهلة بيد الحارس، هي طويلة. يا سلام، روح إيكاردي سجل، أرجوك سجل. لا سهلة، خلاص نهاية المباراة، فوز صعب على نيس. دائما مبارياتنا جاي نعاني بيها، ما نقدر نسجل أهداف كثيرة. ليل فازوا ويبقون بالصدارة، يبقى الفارق 5 نقاط، 37 مباراة بهذا الموسم مع البي اس جي، 26 هدف، 13 اسيست، يعتبرها جيد، لاعب عمره 20 سنة صح؟ هسه مباراة أولمبيك ليون، هذه المباراة صعبة، هذه المرة أنا ونيمار بالهجوم. مباشرة بداية المباراة، يلا شباب، يلا يا نيمار. مصطفى، يا سلام، انطيني، هي مصطفى، لا ليش تأخر؟ صوب مباشرة يا ولد، العب نيمار، يا سلام جول. لا أوب، سهلة سهلة سهلة، لوريس ضربة حرة وديباي يا حبيبي، هذه جول. ما اعتقد لوريس راح يتصدالها. لوريس لوريس 1-0، تقدمون اولمبيك ليون. احنا والله يا شباب صعب الدوري الصراحة، صعب بالنسبة لنا. صار شنو هذه؟ يعني الدفاع ترتكب هنا ضربة حرة يا حبيبي. يلا هي، يا سلام مصطفى، اضرب. هاي الحارس كيف صديت لها؟ طيني هي هي، ما جاي تجي الاهداف. يلا ماكو احد وياي، مشكلة ماكو احد وياي. يلا يا شباب العب العب هذا، يا سلام طيني اياها. وبعدين يا شباب ليل فازوا، الفارق ازداد واحنا بالمركز الثالث، فارق 8 نقاط على ليل الفرنسي، والله الفارق كبير، خلاص الدوري مستحيل. هسه مباراة الابطال ضد برشلونة، انا وايكاردي بداية المباراة 0-0، مباراة الذهاب على ملعبنا، يعني هنا نسجل هدف ان شاء الله نتأهل يا شباب. حلوة ايكاردي، يلا يلا يلا، حلوة 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 حلوة، يلا ممكن عرضية، العب، لا 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 لا، ايكاردي 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 ارجع لي مصطفى، هي خلاص 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 يا عمري، ملعب برشلونة نتقدم بالنتيجة. برشلونة هسه محتاجة هدفين يلا تتأهل، 1-1 احنا نتأهل يا شباب، اذا نضيف هدف ثاني خلاص نقتلهم. يا سلام يا مصطفى، خطرة خطرة، الدفاع يخلص، لا اضغط، لا تنطي مجال، ابعد يا حبيبي، فاول. الله يستر يا شباب، الله يستر منها. ميسي ميسي، هذه كرة جول، هذه كرة جول، ليو ليو لي، مباشرة هدف التعديل من ضربة حرة ايضا، تخطأ امام ميسي بهذا الشكل، حلوة. يلا ايكاردي ايكاردي، يلا دبل كيك عالي، يا سلام مصطفى مصطفى مصطفى، هي نيمار، يلا اي واحد صوب يا حب الله. اوكي تعال هنا مصطفى، ممكن تعطيني، يا سلام هي هي، يا سلام ايكاردي سجل سجل يا ايكاردي. لا لا لا، هذه كثيره، روح 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 روح، يلا العب لي كاردي العب لي كاردي،
مصطفى الله 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 تسويب بوم. يا سلام 2-1 يا عمري. خلاص يا شباب دمرنا برشلونة بالشوط الأول، بعد عندنا شوط ثاني ومباراة بعدها صعبة، هدفين برشلونة يتأهلون. لازم أرجع لهذه التصويبات من خارج منطقة الجزاء، أنا جيد بهذا الشكل. شوف 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 شوف, شوف. بوم قوية. نيمار مصطفى يا سلام، هي لا عالي عالي هذه المرة. مصطفى إيكاردي نيمار يلا هي مصطفى جول جول. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، 3-1 بالكامب نو، هاتريك يا مصطفى. يا سلام دوري أبطال أوروبا. إيكاردي نيمار مصطفى جول. يا سلام مصطفى هي سوبر هاتريك. لا 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 لا، اللي صار بهذه المباراة غريب والله، يعني موسم كامل ما أقدر أسجل مباراة واحدة 4، شنو هذا؟ بس أتوقع تمركزي كان صحيح بهذه المباراة وطلب الكرة بلحظتها الصحيحة. شوف شوف الكرة هنا ما استعجلت ما طلبتها. يا سلام مباشر، حلو حلو حلو، 4 أهداف سوبر هاتريك على برشلونة بالكامب نو. أتوقع بنهاية الموسم راح يجي لي عرض من برشلونة يا شباب، إذا جالي أكيد أروح. إيكاردي يلا العب. يا سلام مصطفى الخام. فاول فاول يا حكم. حلو مصطفى يا سلام، رجع. فاول، هذه فاول فاول فاول، شنو هذا التدخل؟ يلا انا مسجل 4 أهداف، خلي نيمار هو اللي صوب. صوب يا نيمار صوب، ما عندي مشكلة وياك، ان شاء الله سجلها. سجل يعني هسه سجل على برشلونة، سجل وتحتفل بعد. حلو، اهم شيء سجلنا 5-1. والله ضربة قوية على برشلونة مساكين. هي مصطفى الخامس. لا يا تير شتيغن، خلاص صافرة الحكام، نهاية المباراة يعني الخامس إلي شخصيا. المهم 5-1، فوز مستحق، سوبر هاتريك، أول سوبر هاتريك أعتقد بمسيرتي، شيء أسطوري، وبدوري أبطال أوروبا. نتائج باقي المباريات، هسه راح نشوف مباراتنا ويا من راح تكون. هسه مباراتنا ضد دي جو، سوي لها سكيب هذه المباراة، وراح نلعب ضد البافاري وليل موجودة، ليل قوي. لا لا شوف يا شباب، ليل دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا ومصدر الدوري الفرنسي، يعني قوي هذا الموسم. طيب منو هداف الأبطال؟ أنا من أهداف ميسي 6. خلينا نسوي هذه المباراة سكيب. فزنا على دي جو 2-0، ليل خسره وضد ليون. حلو، تقلص الفارق، 7 نقاط صار الفارق على ليون. هذه مباراة كأس. هذه تشكيلتنا، إيكاردي نيمار دراكسلر. يلا يا شباب يلا خلينا نركز وإن شاء الله نفوز. يلا بسم الله، بداية المباراة بالكأس، كأس فرنسا، لعب طويلة. يا سلام هي 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 مصطفى مصطفى. لا لا لا، كان ممكن اللوب. لا لا لا، مرت. لا شوف السوى، لا يعني حتى اليد انا ذابها يا شباب. الحارس ليش تطلع؟ شوف خطأ، شنو هذا الخطأ؟ شنو هذا الخطأ يا حبيبي؟ يعني غصب لازم نطلع من الكأس. دي ماريا نزل مكان دراكستار. روح روح إيكاردي، التعادل التعادل، سجل سجل يا عمري. يا سلام هدف التعادل، 1-1، اسيست من عندي، اكيد اسيست من عندي. يعني غريبه تضرب برشلونه بالخمسه وبالطبقات المحليه ما تقدر تسجل، والله غريبه. روح مصطفى، اريد هدف الفوز. يلا 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 يلا، هي يا لعيب. يا سلام، خلاص يا عمري خلاص، تأهلنا تأهلنا للدور القادم. شوف هنا الكره عدت، ما توقعها الحارس نهائيا راح اصوب بهذا الشكل. حلو حلو حلو، نهاية المباراة أهلنا للدور القادم كأس فرنسا. النهائي راح نواجه بي ليل يا شباب، شنو هذا؟ مباراتين بالمنتخب سكيب، عادلنا ويا كولومبيا، خسرنا ضد ألمانيا 3-1، هسه مباراة بايرن ميونخ، ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. أكيد مباراة صعبة ضد البافاري وتشكيلة البافاري القوية. المدرب ليش ما يعتمد على دي ماريا؟ يعني ليش ينزل دراكسلر بداله؟ أنا أشوف دي ماريا أفضل من دراكسلر. يلا بسم الله، بداية المباراة، صعدوا يا شباب، صعد يا نيمار. يلا يلا روح روح روح، العب النيمار العب النيمار، مرة النيمار، انطي النيمار يا حبيبي. إيكاردي إيكاردي انطيني. يلا مصطفى هي صوب. سهله 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 بيدنوير. ركز ركز ركز. كومان كومان كومان، لوريس يصد يا عمري، يا لوريس. يلا العب يا سلام مصطفى، اضرب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اسجل هدف خرافي، مرمى مانويل نوير، 1-0 مع نهاية الشوط الاول. شوف هنا الكرة، التهيئة حلوة، التهيئة جميلة يا شباب. بوم بالقدم اليسرى يا عمري. يلا هي لا 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 لا، ما جت تعادل. خطرة 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 خطرة. لا 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 لا، 1-1 على ملعبنا يا شباب. نتيجة هذه من مصلحة البايرن اكيد، 0-0 بليانز ارينا، يتأهلون بايرن ميونخ. يلا اصعد اصعد إيكاردي. يا سلام مصطفى هي صوب قوي يا مصطفى، ليش بهالشكل؟
خلاص نهاية المباراة يا شباب، للأسف 1-1 تنتهي هذه المباراة. اليوفي فازوا على السيتي، اليونايتد تعادلوا ويا بنفيكا، أتلتيكو مدريد فازوا على خسروا ضد ليل يا حبيبي، ليل متصدر الدوري الفرنسي، يغلب أتلتيكو مدريد بربع نهائي الأبطال، الجاي يسوي ليل ما أعرف. هسه مباراتنا الأخيرة بحلقة اليوم ضد ليل، والله تشكيلتهم عادية يا شباب، لاعبين جدا عاديين، هذا الفريق مسيطر على فرنسا وحتى بأوروبا ضرب أتلتيكو مدريد، شنو هذا؟ بداية المباراة يلا يا مصطفى، آخر مباراة بحلقة اليوم ضد ليل ضد المتصدر يا شباب، إذا نريد أمل نرجع لصدارة الدوري الفرنسي لازم نفوز بهذه المباراة، ولا تنسون بالأبطال احتمال نطلع للمباراة القادمة بملعب البايرن ميونخ. يلا مصطفى يا سلام، هي يا ولد يا ولد، اخيرا اخيرا نسجل هدف اول، اسيست من عندي، هو لو اكو واحد يصنع لي هذه الكرات يا شباب عشان نفوز كثير اهداف. دير بالك، لا لا يا شباب، لا يا شباب، شنو هذا الخطا؟ يلا ايكاردي، ايكارد يا سلام، حلوه ايكاردي، 2-1 يا شباب، اهم شيء حافظوا على هذا الهدف، روح يا ايكاردي، روح روح يلا سجل هاتريك، سجل هاتريك، انا قابل بس ما يخالف، بس اهم شيء تفوز. خلاص خلاص 3 نقاط على ليل، هذا هو حجم ليل الاساسي، بس ما اعرف كيف ليل بالصداره او هسه بالمركز الثاني، ليون الصدره وخلاص، بس اهم شيء قلصنا الفارق، ان شاء الله ليون يتعثرون. خلاص نهايه المباراه 3-1، 3 اهداف سجلهم ايكاردي، انا نطيت 2 اسيست من هذه الثلاث، ليون فازوا ويبقون بالصداره واحنا بالمركز الثالث، فارق مو كبير على ليل، يعني المركز الثاني ان شاء الله نحصله. جدولنا الحلقه القادمه ان شاء الله عندنا البافاري، هذه المباراه اعتقد اسوي سكيب يا شباب، خلينا نسوي بعض المباريات سكيب وبعضها نلعبها، اذا تاهلنا راح نلعب نصف نهائي دوري الابطال، ممكن نخلص الموسم اذا تاهلنا، واذا ما تاهلنا ايضا راح نخلص الموسم، فالحلقه القادمه ان شاء الله اخر حلقه بهذا الموسم، تتوقعون راح نقدر ناخذ دوري ابطال اوروبا لو لا، وتتوقعون الدوري نقدر ناخذه لو لا، صراحه الدوري صعب جدا، الفارق كبير على اولمبيك ليون، بس انا اللي اريده انه نوصل للمركز الثاني، اذا مركز ثاني بالدوري الفرنسي يكون شيء خرافي، اذا تاهلنا للمباراه النهائيه بدوري الابطال، يعني لازم نهائي ابطال، اوكي بهذا الشكل راح اقتنع يا شباب كموسم اول مع البي اس جي. بس لهنا سيكون نهايه المقطع، ضغط لايك اشترك بالقناه، فعل زر التنبيهات، شكرا للمشاهده هذه اللحظه، وبس في امان الله.